استفدت جدا من برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، إن كان محتوى العلم النظري أو المحتوى العلمي التطبيقي، واللي تم تنفيذه في المختبر العام للكيمياء. كذلك كان في حقائب مهارية استفدت منها جدا، ومن الأشياء اللي استفدتها إنها أضافت لي روح التعاون مع الفريق ونمت عندي التفكير خارج الصندوق. طبعاً التحقت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين واختبرت اختبار مقياس موهبة القدرات العقلية المتعددة، والحمد لله اجتزته وتم تأهيلي إلى جميع برامجهم. وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي أول برنامج صيفي ألتحق فيه، قد اختبرت كذلك أو دخلت مسابقة كنغارو. استفدت جداً برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي من ناحيات عدة، ومن أهمها أنه صرت اجتماعية أكثر ونمت كذلك عندي التفكير الإبداعي. من أهدافي المستقبلية أني أدخل برامج موهبة الإثرائية وأنمي مهاراتي أكثر وأكثر، وأني أسعى للدخول في جامعة البترول والمعادن تخصص هندسة الطيران والفضاء. طبعاً أنصح طالبات وطلاب بالدخول لاختبار مقياس موهبة القدرات العقلية المتعددة. طبعاً أنا كنت من واحدة من الطالبات اللي كانت تقول لا، هذا الاختبار للأذكياء وما راح اجتازه، لكن الحمد لله بعد تحفيز من أهلي ومن صديقتي دخلت الاختبار، الحمد لله اجتزته وتم تأهيل جميع برامجهم. أشكر موهبة على جهودها في احتواء الموهوبين وتنمية مهاراتهم، وأيضاً أشكر جامعة الملك سعود لأنها استضافتنا في هالمكان، وأشكر كذلك جميع الدكتورات اللي ساهموا في تطوير موهبتنا وتنميتها. موهبة حيث تنتمي.